في قيمتي فهو تني الله في صلبي آدم عليه السلام إلى الله وجعلني في السفينة في صلب نوح عليه السلام وجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين قذف به في النار ولم يزل يقولني ربي من الأسلاف الكريمة الفاقرة إلى الأرحام الزكية الطاهرة حتى أخرجني الله من بين أبوي ولم يلتقي على صفاهم قط صلى الله على السلام على الرسول